قال منو يعجبك من الرياضيين؟ طبعا انا صديقي وعزيزي فتحي كمين. الله الزمن الجميل. الله الله يعني يا ليت المخرج اذا في لقطه حق فتحي ولا جاسم المرعب هذا ابو حمود. على فكره دائما التقي مع جاسم وعبد الله معيوف. يشجعوني الحقيقه. وين الغيب نواف؟ انت دمك خفيف على المسرح. يعني يوم من الايام التقيت مع جاسم في زواج ولد محمد كرم. نعم محمد كرم زميلي كان في امريكا معاي في القاعده وتزوج ولده وودنا دعوات من ضمنهم انا حضرت. فالتقيت مع الرياضيين اخواننا سعد الحوطي، جاسم، عبد الله معيوف، لي علاقات، سامي الحشاش. يعني صراحه هذول ما يتعوضون يا اخي. لما اشوف فتحي وفيصل الان ان شاء الله فيهم البركه هذول وانا متفائل ان شاء الله راح ياخذون كاس الخليج. والله انا متوقع ان شاء الله نهائي ان شاء الله يوصل، واتوقع النهائي ان شاء الله 2-1 للمنتخب الكويتي باذن الله. مع اي فريق ما ادري الله يعلم، لكن انا حاس كذي ان منتخب الكويت راح يبيض وجهنا ان شاء الله.